منذ أن قررت المنظومة البرجوازية التي نشأت في أوروبا بعد انهيار نظام الإقطاع أن تتجه إلى العالم لاستعماره وتجميع ثرواته والسيطرة على موارده وتحويل بشره إلى حيوانات استهلاكية، منذ تلك اللحظة العقل السياسي الغربي المؤمن بالواقعية المستندة إلى القوة بات يعتبر أن أي دولة في الطريق، أن أي دولة في أي مكان من العالم تشكل تأثيرا ما بأي نسبة من النسب هي هدف. اليمن يقع هنا حيث باب المندب مثلا، يقع في منطقة شديدة الحيوية، يمر منها 60% مما تحتاج أوروبا من طاقة، يمر به ما يقرب من ثمن اقتصاد العالم، يمر به ملايين البراميل من النفط يوميا. أنت عم تحكي عن بلد يمسك أي مكان من العالم، أي منطقة من العالم. لذلك البريطانيون شقوا قناة السويس لكي يصلوا إلى الهند وآسيا، منها إلى أوروبا. طب باب المندب الله خلقه. إذا تكلفت بريطانيا ما تكلفته ودفعت مصر آلاف الضحايا ماتوا وهن عم يحفروا قناة السويس، ماذا ستفعل بالنسبة لباب المندب؟ من الموجود على باب المندب؟ وهذه القناة الواصلة، هذا الخط الواصل بين باب المندب وقناة السويس والبحر الأحمر، من هي الدول التي تقف على حدوده؟ السعودية، الكيان الصهيوني العربي المرادف للكيان الصهيوني الإسرائيلي، وهي كيان أساسي. هنا تقف مصر. سنشرح لماذا وما هي مصالح السعودية لكي تقول. طيب هنا تقف مصر، الدولة العربية الأقوى والأكبر تاريخيا، السودان الأكثر ثروات والأكبر حجما في فترة من والذي الفترات، والتي قسم واستطاع تقسيمه، وهنا إريتريا، وهنا إثيوبيا التي كانت موجودة على جيبوتي الذي تواجد بها، جيبوتي إلى آخره. طيب ما الذي يوجد في البحر الأحمر؟ إذا بتراجع ما كتبه الصهاينة عن قيمة البحر الأحمر، هل تعرف؟ أكيد تعرف أنه هنا من إيلات، أو ما يسمى أم الرشراش يعني، والمنفذ البحري بين أوسين الإسرائيلي الوحيد باتجاه آسيا العالم. صح. وبالتالي هذا المتنفس الذي سماه بعض الاستراتيجيين الإسرائيليين بحيرة داود عن البحر الأحمر هو مدى حيوي ووجودي بالنسبة إلى الكيان الصهيوني. هذا الموقع، لاحظ مثلا أنه تقريبا هذا الموقع الرهيب لليمن، ها؟ عند سواحل بحرية تقارب من 1900 وشي ميل، يعني 2400-2500 كيلومتر على البحر، بين البحر الأحمر و 2500 كيلومتر تقريبا الجبهتين البحريتين، 1900 وشي ميل. هل تعرف أن الحكومات اليمنية المتعاقبة لم تبني قوة حربية بحرية رغم الموقع الاستراتيجي المهم لليمن على البحر؟ السبب لماذا؟ السبب أن القرار السياسي كان مربوط بالقرار الأمريكي، كان مطلوب أن لا يكون هكذا. عندما جاء إبراهيم الحمدي الرئيس اليمني الشهيد في سبعينات القرن العشرين وبدأ يفكر ودعا إلى مؤتمر حول أمن البحر الأحمر، اغتيل، قتل، والذي قتله هو السعودي. إذن الموقع الحيوي الذي يؤثر على كيانات الخليج المصطنعة استعماريا، الذي يؤثر على الكيان الصهيوني الذي يمثل أكبر مشروع استثماري غربي ربما في العالم، الذي يطل على آسيا بكاملها وصولا إلى الصين، والذي يمسك هذه المنطقة يعني هو صلة الوصل بين آسيا وبين أفريقيا، هنا يقف اليمن. من يعني من يسيطر على باب المندب هو يسيطر على التجارة العالمية والقارات، ثالث أهم مضيق بحري في العالم حسب التصنيفات. ماذا يعني السيطرة على مضيق باب المندب؟ مضيق باب المندب يعني السيطرة كما تفضلتم أنتم بالتقرير على حركة الاقتصاد العالمي، حركة النفط العالمي، وعلى صلة الوصل بين أوروبا أساسا وبين الهند والصين ومن خلفها آسيا. إذا عكسنا الصورة حاليا ونظرنا إلى الصين و الميناء الذي تحاول أن تنشئه في باكستان لتخرج منه إلى العالم، لاحظ هذا باب المندب سيمر من اليمن ومن هذا المنطقة إجباري، وهذا الطريق والحزام إلى آخر ما هنالك
سيأتي من هنا. طيب. يعني مشروع الصين الاستراتيجي لا يكمل. هو لن هو سيمر من باب المندب. معلومة عن باب المندب إنه باب المندب إذا بتعمل له هيك زوم تمام هون في بالنص جزيرة. إيه. وهو ينقسم إلى شق واسع. ممرين مائيين بيصير بشكله ممرين. واحد باتجاه جيبوتي وهو غير صالح للملاحة العميقة وذاك اللي هو حوالي 12 كيلومتر أو شيء هيك يعني باتجاه اليمن ويخضع. القانون الدولي نعم لكن للسيادة اليمنية بشكل أساسي هو الوحيد الصالح للملاحة. إذن ما سميتموه عنق الزجاجة هو باب المندب اليمني. اليمني وليس لجهة جيبوتي فرضا. بالمطلق بالضبط. وبناء عليه إذا بتأخذ بعين الاعتبار أيضا ما تمثله سقطرة ومجموعة الجزر مثلا لاحظ فيه هون بهذه المنطقة تقريبا بعد الباب المندب بهالمنطقة تقريبا مجموعات الجزر مثل زقر مثل يريم مثل حنيش وحنيش اللي كانت دائما منطقة اشتباك بين أريتريا وبين اليمن حصل شيء بالتسعينات حول هذا الموضوع 600 متر 624 تقريبا متر ارتفاع الجبل الموجود بجزيرة زقر. تعرف هذا شو معناته؟ يعني يكشف طيب. المنطقة من وإذا عرفت أنه في قواعد عسكرية إسرائيلية بأريتريا وفي ملاحة بالطرادات السريعة وبالقطع البحرية في البحر الأحمر تستوطن في أريتريا وتعرفت أنه في قاعدة عسكرية فرنسية بجيبوتي وتعرفت أنه في تواجد عسكري أمريكي وهناك قاعدة عسكرية أيضا للصين في جيبوتي جيك وأي عسكر ما جيبوتي انعملت لتستأجر يعني مثل الأوتيل يعني والصومال فيها أمريكي وفيها إسرائيلي وغيرهم عشان ما كتير وإذا جيت طلعت باتجاه السودان ولاحظت دخول الأتراك مؤخرا على المنطقة البحرية بتلاحظ أنه العالم كله يتصارع في هذه المنطقة ثم تأتي اليمن ب2014 رغم كل ما تحدثنا عنه لتقوم بثورة هي ثورة سبتمبر 21 سبتمبر 2014 بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وما يمثله السيد عبد الملك من قيادة ومشروع ورؤية وليقول اليمن لن يقسم إلى أقاليم. لاحظ أنه هن قسموا المهرة سقطرة أظن أبيان وحضرموت عملوهن إقليم واحد. صحيح. يعني المناطق اللي بدها إياها السعودية إجا هذا القائد التاريخي بالنسبة لليمن قال هذا ممنوع. قالت له السعودية لا يا عمي هذه هي مش قصة هذه هي قصة أنه نحن نجيب الآن لماذا الحرب ولماذا العدوان على اليمن. إجت قالت أنه هي عندها أنبوب نفط بدها تمرقه من هون وكتبت إحدى المجلات السعودية مرة من المرات عن قناة بحرية بدها تمر أيضا من منطقة حضرموت تصل السعودية بالبحر العربي هون طبعا المحيط الهندي وهون بحر العرب. فكرة شو السعودي ومن خلفه الآخرين بده يهرب من هرمز حيث توجد الخط اللي سيطر الإيراني حيث توجد إيران القوة الكبرى التي لا يستطيع هؤلاء أن يتصادموا معها. الحل يهرب جنوب. عشان هيك إني لما يقولوا أنه حرب في اليمن هي حرب موجهة ضد إيران هي حرب للهروب من قدرة إيران في 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 مضيق هرمز. ولكن لسوء حظهم أن في اليمن قوة كبيرة هي أنصار الله لديها رؤية وطنية وليس كما حاول هؤلاء أن يصوروها ولديها مشروع وطني يمني تريد أن تحافظ على الوحدة وهي ما تريد الإمارات اليوم أن تفرطها وبالتقسيم وفينا نفوت كتير بس مش وقته والنفوذ والتحكم بمأرب والممرات اللي حكينا عنهم. اجت هذه الثورة اليمنية بقيادة سعد عبد الملك تقول اليمن ليس حديقة خلفية لأحد اليمن ليس مجالا لكي يتلاعب به أحد هو دولة مستقلة لها سيادة لها سياسات لها حق في أن تتواجد في هذا المنطقة الاستراتيجية من العالم وأن يكون لها سياسات. كيف فهم هؤلاء الموضوع؟ فهموا أن هذه القوة اليمنية هي بشكل أو بآخر تصب بمصلحة الجمهورية الإسلامية لأنه أنصار الله ليسوا مع أمريكا ليسوا مع إسرائيل ليسوا أدوات كما كان الذين من قبل الثورة قبل السيد عبد الملك قبل مشروع السيد حسين المشروع القرآني للمسيرة القرآنية ليسوا أدوات ليسوا مرتشين لا يقبضون المال كما يقبض المال كثير من السياسيين المتحكمين تاريخيا بقرار اليمن السياسي لم يتمكنوا من اغتيالهم كما اغتالوا الشهيد الحمدي وإن كانوا اغتالوا السيد حسين. صحيح. واغتاله من اغتاله بأمر مباشر من هذه الدول وهذا المشروع لأن السيد حسين رفع شعار الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. ماذا يعني الموت لأمريكا الموت لإسرائيل؟
الموت لمصالح هؤلاء في هذه المنطقة من العالم، عفوا الموت لكيانات في هذه المنطقة من العالم، الموت لسياسات في هذه المنطقة من العالم، والحياة لليمن. عندما قال السيد في هذا الشعار الاستراتيجي لأنصار الله النصر للإسلام، الإسلام بما يمثل من هوية أمة واستقلال أمة. نعم بهذه الحالة تحول اليمن صاحب الموقع الجغرافي وصاحب العمق التاريخي إلى مشروع سياسي استراتيجي كان من الضروري الحرب بالنسبة لهم، وكان من الضروري العدوان بالنسبة لهم، وكان من الضروري ما يقومون به الآن، وكان من الضروري أيضا المواجهة من قبل أنصار هذا الله. سنتحدث عن حصيلة العدوان في إنفو سريع ومن ثم نتابع.